بريماتيك فيس بريزيدونت نتاع نتلينكس تعطينا فكره على البروجرام نتاع الويكاند هذايا. قدوه ان شاء الله باش تصير نتلينكس داي انسبشن. نتلينكس داي انسبشن هي البدايه نتاع نتلينكس داي اللي باش يصير فيها دي ورك شوب، دي ورك شوب على دو نوفو برودوي. باش تبدا الدمي جورني نتاعنا ابارتيغ من 12 حتى كشي 16 باش يصيروا فيها دو ورك شوب. دو ورك شوب الورك شوب الاولاني مع مسيو بسام حتيره على اوكولوس ريفت، اي لو دوزيام ورك شوب على سمارت اند سيف هيدفون مع مدام ولاء عنيبه. دونك فما سي دو ورك شوب وفما اكسبوزيسيون تاع لي بروجي دو نتلينكس اي دو نوفو برودوي اللي باش يكون هذايا ان شاء الله غدويكا في السيتي دي سيونس. ولو 2 افريل باش يصير في الكوليزي اللي هو البروغرام كبير برشا. لي كونفيرونسيي اللي باش يكونوا موجودين مسيو بسام بوقره، مسيو يوسف بشاوش، مدام ولي عنيبه، مدام منيره حمدي، اي بليزيور كونفيرونس في الدومين ديتيك. وباش يكونوا معنا زاد دي زارتيست اونتر لي كونفيرونس ولي سوجي نتاعنا الكل باش يكونوا تيماتيك تابعين التيم تاع جورني نتاعنا اللي هو بيرسبكتيف. ما ننساوش انه زاد نهار الاحد باش نعرفوا الرابح في الفيجن تشالنج اللي انطلق الويكاند اللي فات في اورانج ديفلوبر سنتر. اكزاكتومون اكزاكتومون باش تشوف على البروغرام تاع لا جورني ناسيونال ديتيك اللي باش تصير في الكوليزي بتسمية الجانيون تاع التشالنج اللي شارك في فيجن تشالنج اللي تعدى في اورانج ديفلوبر سنتر لو 4 و 5 افريل. شكرا لك على كل حال مريم، بالتوفيق لكم في موعد جديد في نتلينكس. شكرا لك.